في محور صوت المملكة الثاني لهذه الليلة نناقش ما يدور في لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، لكن في محورنا الأول اسمح لي أن أناقش موضوع الطرق على الحوادث مع ضيوفي. أبدأ بسيادة العقيد فراس الزعبي نائب مدير إدارة الدوريات الخارجية. مساء الخير. مساء الخير. وأيضا الأستاذ فؤاد دويري عضو مجلس ثقافة المقاولين. مساء الخير. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. طيب بدي اروح على الطريق استاذ فؤاد. مساء الخير. مساء الخير. طريق الصحراوي اي حادث تصير فيه بتحدث المواضيع كالتالي: انه الحق على الطريق، مره الحق على المركبه، مره الحق على العنصر البشري، لكن هل يعني ذلك بان هذا الطريق هو طريق سليم ام لا؟ شو مشكله الطريق الصحراوي؟ مساء الخير لكم جميعا واخواننا المجاهدين. طبعا المشكله الرئيسيه الان للطريق ان هي ضمن تحويلات، لأن الطريق تحت الإنشاء. نعم. وعليها 8 تحويلات في الوقت الحالي. ويمكن أن تزداد التحويلات إلى 10 تحويلات إضافية. نعم. فنيجي إحنا نحمل المسؤولية الآن للطريق، طبعا الطريق، لأن الطريق غير جاهزة في الوضع الطبيعي أنه يصير مسير السيارات الطريق الصحيح. نعم. يعني عندما تجهز الطريق بننتقل للمواضيع اللي حكاها عطوفته، انه نعم. في عندنا العنصر البشري ممكن يكون مسبب، والمركبه. طب متى ستجهز الطريق وانت عضو؟ هلا الطريق هي مقابل. 3 سنين العطاء تبعها على 3 شركات، ائتلاف كل جزء منها على 3 شركات، شركتين اردنيات وشركه سعوديه ائتلاف. نعم. الاصل انه تجهز الطريق خلال 2، والان بدا امر المباشره فيها من 6 اشهر. نعم. يعني 1.5 سنة المفروض تجهز الطريق ان شاء الله. لكن هناك من يشكك، يتحدث بانه بعد 2020 مش راح يتم تحديد صيانه هذه الطريق. مش راح؟ لم تنتهي. لم تنتهي؟ لن تنتهي، نعم. هلا احنا بنحكي بعلم الغيب ولا بنحكي بالواقع؟ الان مراحل العمل. هو الواقع اللي تحدث خالد ابو حسان رئيس لجنه النقل. طيب نعم. احنا الان في كل شركه بتقدم برنامج سير العمل على خطوات على خلال 2 سنين اللي بتمشي عليها. تقدر تتابع اي لجنه وفي عليهم اشراف وعليهم لجان استشاريه انه الطريق سوف يتم انشاؤه خلال 2020 وهو في نهايه العطاء او لم يتم. اذا لم يتم ممكن يعني يقدموا جهود اضافيه علشان تتم خلال الفتره نفسها اللي هي على الحد تبعها. نعم. هناك من يقترح لماذا فقط ل3 شركات؟ لماذا تكون اكثر من 3 شركات وعمل متوازي وايام اقل؟ ترجحون ذلك ام لا؟ انا بسالك فنيا يعني. لا ما بقترح. كانت خطوه ايجابيه جدا عشان تكون بالصحيح من وزير الاشغال، انه هو كانت على 9 شركات الطريق. طيب عملوا الطريق 3 اجزاء وكل جزء منها ائتلاف 3 شركات. نعم. فشو بدك يعني معقول تنزل على الطريق 20 شركه تتعامل معاهم وزاره الاشغال العامه في كوادرهم الهندسيه والفنيه؟ نعم. طيب اكتفوا في 3 اجزاء للطريق وكل جزء منها ائتلاف 3 شركات. نعم. 2 اردنيه وشركه سعوديه لان هي الداعمه للطريق عشان الائتلاف تبعها. طيب انت تحدثت في 3 شركات الان متعهدين هذه المواضيع، لكن السؤال انه حتى في الطرق اللي تم اعادتها ما زالت هناك طرق مهترئه، يعني بسرعه خربت هذه الطرق. مسؤوليه من؟ مسؤوليه المقاول؟ طريق العقبه ولا لا الطريق الصحراوي. الطريق الصحراوي هلا الان طريق الصحراوي بعده ما تسلم عشان تكون بالصوره مع حتى الجزء الان اللي تمشي عليه السيارات ممكن لسه في له كمان طبقات بعدها ما تنفذت تكون طبقه نهائيه. نعم. وبعدين هذا من اثناء يعني من اثناء السير والعمل وكثافه السيارات والحمولات اللي بتصير على الطريق. نعم. الطريق بتتعرض لهي الامور يعني التاكل او الاهتلاك. هلا عمر الطريق الافتراضي قديش ممكن يكون؟ هلا تعرف الطريق العقبه عليها كثافة عالية جدا من السير. نعم. وأول شغلة من الحجم الهائل بالفترة يعني خاصة بال4-5 سنوات اللي جاي بخصوص الشحن والسيارات بشكل عام. بقينا زمان نقول مثل احنا نطلع من الشمال للوسط لعمان العاصمة خلال 45 دقيقة أو نصف ساعة نكون واصلين. نعم. الآن قاعدين بنقعد ساعة ونص أو ساعتين لما نصل عمان من الشمال. نعم. شو المشكلة؟ المشكلة عدد السيارات الهائل اللي قاعد بسير. هلا احنا في عندنا مواصفات عشان تكون بالصوره كقطاع المقاولات بنطبقها وبننفذها حسب ما بتنحط عندنا وزاره الاشغال العامه. نعم. طب وزاره الاشغال المواصفات هل هي مختلفه في الطرق الصحراويه او طريق جرش عجلون مختلفه طبعاً. عن مواصفات اي طرق طبعاً. اخرى؟ طبعا هلا انا كل شارع على اي طريق في المملكه تنعمل له دراسه مستقله له لحاله. نعم. وعلى اجزاء عده اجزاء وبناء عليه بنعمل له
طبقات او تصميم لهي الطريق. نعم. من ناحيه طبقات يعني روكفيل، طبقات الصبيس والبيس، الخلطات السكريه. نعم. طبقات كامله من اول لاخر. من يتحمل مسؤوليه هذه الحواتم وجهه نظرك؟ وزاره الاشغال ام ايضا السائق؟ هلا احنا بدنا نرجع طريق العقبه تحديدا ولا على كان يا سيدي على العقبه، خلينا نروح على الصحراء. انا بعتقد انه الحلقه يعني بجوز سابق لاوانها انه نحكي احنا عن طريق العقبه كانشاء طريق، انه ما عندهاش جاهزيه كامله علشان تاخذ المسافرين اللي من المملكه من وسط المملكه لجنوب المملكه والعوده. طيب ليش؟ لانه يعني يصير في حادثه هناك حتى نفتح موضوع الحلقه؟ لا شوف كمشي العفو، وهذا الهدف من هذه الحلقه انه احنا بدنا نفتح هذا الموضوع والحمد لله انه احنا ما عندنا حادث وما فينا عندنا حالات وفاه. نشوف وشو السبب؟ السبب تحدث انه في ثلاث اسباب للحوادث، المركبه والطريق والعنصر البشري. العنصر البشري له اكبر نسبه، بينما الطريق لها نسبه والمركبه لها نسبه. صحيح. طيب الطريق مسؤوليه من؟ المقاول ام وزاره الاشغال؟ الطريق اذا جهزت مسؤوليه وزاره الاشغال طبعا. هلا الطريق مسؤوليه المقاول أول أثناء التنفيذ. نعم. بعد أنا ما أسلمك الطريق ويكون عندك جاهزية كاملة وتستلم مني، إذا هي صارت مسؤوليتك. طب هل هناك كفالة من قبل المقاول للوزارة؟ طبعاً. للوزارة؟ طبعاً. الطرق الرئيسية كفالتها أكبر من باقي الطرق يعني. طب هناك ما نتحدث في طريق قبل 25 عام. نعم. دعمه كان عراقي، حتى الآن هو أفضل من الطريق الحالي. مئات المرات. 25 سنة. أنا إحنا شو السبب؟ أنا بدي أعطيك السبب هذا اللي هو بتوقع إنه عمره ما ذكر السبب، وأنا بظني دائما يا ريت هو سلاح. كأنا خبير طرق يعتبر عندي خلطات سفلتية. نعم. إحنا في عنا مشكلة عشان تكون بالصورة بالمملكة، بنغير بالتصميم يعني خلطات الاسفلتيه. كان عندنا على اللايم ستون الحجر الجيري مش رغم انه خلطات اسفلتيه. طيب. كانت تتاكل الخلطه وتصير تشققات بالخلطه. اجت تغيرت مواصف الاشغال العامه وقالوا احنا بدنا مواصفه اعلى، لجأوا للحجر للبازلت. نعم. مواصفته اعلى. الان ظلينا بنفس المشكله انه في تشققات بالخلطه وفي عندنا تاكل بالخلطه الاسفلتيه دائما. نعم. احنا قبل 25 سنه نسبه الاسفلت نفس الماده الاسفلت اللي كانت تستعمل غير عن ماده الاسفلت اللي تستعمل الان. ماده الاسفلت ما عليها اي فحص مخبر عشان تكون بالصوره. طب لماذا لا نعود الى ما كنا عليه قبل 25 عام؟ اذا كانت الطريق ما زالت 25 عام ممتازه، ليش ما نرجع عليه؟ انا كمقاول انا كمقاول طرق خلطات اسفلتيه بظني انا ادافع انه انت ما بتعطيني فحص ماده الاسفلت اللي بتطلع من وسائط البترول الاردنيه. الان ماده الاسفلت انا قاعد تجيني على خلاطه الاسفلت درجه حرارتها تتجاوز ال 200 و220 في بعض الاحيان. نعم. وهي بتفقد 65 او 70% اذا تجاوزت درجه الحراره 170 فما فوق. نعم. وما عليها فحص لا من الاشغال العامه ولا من المصفاة بودونا نسخه عن فحص الاسفلت. لماذا؟ هلا موضوع هذا لماذا بنسال وزاره الاشغال؟ طب انتم ما بتسالوا ليش؟ احنا بنسال. طب انت كمقاول اخذت هذا العطاء والاسفلت اللي عندك مش كما يجب، وبعد فتره صار فيه اهتراء وتشقق الاسفلت، ما بتسال الوزاره لماذا لا يكون هناك؟ احنا بنقدم مقترحات انه احنا بدنا فحص لماده الاسفلت. ماده الاسفلت بيقول لك يتم فحص ماده الاسفلت داخل المصفاه فقط. اذا كانت ناجحه بنوردها، مش ناجحه بنتلفها. وبالتالي هي ناجحه. هلا طبعا دائما جيتنا ناجحه. احنا بالنسبه لنا اكيد مش ناجحه يعني، او جزء منها بده يكون ناجح. طب كيف ترد على من يتحدث بانه لا علاقه للوزاره بانما على المقاولين او اللي بياخذوا هذه العطاءات ياخذون يعني ما بيضعوا الماده المناسبه وبالتالي ربح اكثر؟ ترد عليهم كيف؟ انا برد انه انت افحص لي ماده الاسفلت واعطيني اياها انها ناجحه مخبري وحمل المقاول المسؤوليه. يعني هذا الموضوع تحمله لوزاره الاشغال؟ مش وزاره الاشغال، هذا من صفات البترول. وزاره الاشغال بتعمل لنا مواصفه، المقاول بنفذ المواصفه اللي بتنعطى له. يعني اعذرني انا مش فني كثير بهذه المواضيع، انا بس انا بقدر اجاوبك، بقدر اجاوبك. نعم. يعني فقط انا هذا بدي افهم هذا الموضوع بشكل اوضح. نعم. ماذا تريد من المصفاه؟ فحص ماده الاسفلت وان تثبت درجه حراره الاسفلت على البون اللي بيطلع من مصفات البترول. لانه اذا طلعت ماده الاسفلت درجه حرارتها فوق ال 170 تفقد 65% من خواصها. نعم. فما بضل تماسك عند خلط ماده الاسفلت نفسه. نعم. فرده على الطريق بكون نفس ماده الاسفلت اللي بتعمل تماسك فقدت جزء كبير من قيمتها. نعم. طيب هلا احنا مش مطلوب من هذا الفحص، هو مش علينا انه احنا ناخذ ماده الاسفلت من مصفاه. نعم. مصفاه بتقول لك انا اللي بفحصه، انت يعني اذا انه ناجح بودي لك اياه، واذا انه راسب بتلف. هلا ناجح راسب احنا ما بنعرف كمقاول. اعطيني ماده الاسفلت، شوف حصل حمل المسؤوليه. طب اذا ما كانت هذه الماده تناسبك، لماذا لا تبعث تقرير لهم انه هاي الماده مش كويسه حتى لو فيها ترخيص؟ هلا احنا كنقابه مقاولين عشان تكون الصوره. عندنا اكثر من دراسه لهذا الموضوع وخاطبنا احنا الان. وراح نودي لك ان شاء الله نسخ من الكتاب لو جبت لك اياه انا معي. نعم. انه احنا بنطالب في فحص ماده الاسفلت. ماشي. هذا حديث
طيب.